مرحبا، اليوم في معاي ثلاث انواع من التوت البري، بلو بيري ورازبري وبلاك بيري. اليوم رح نزرع الرازبري. طبعا زراعة الرازبري ممكن بطريقتين، نزرعها بحوض او قصيص، نعبيه بيتموس، ممكن نخلط معها شوية تراب، ممكن نعمله بس بيتموس لحال. نسبة البيتموس للتراب لازم تكون تقريبا 50%، البيتموس اقل اشي 50%، من 50% لغاية 80% ولغاية 100% بيتموس. طريقة زراعة الحوض سهلة جدا، رح نزرع اليوم بالارض. هاي الطريقة اصعب وبدها عناية خاصة. أول موضوع زراعة الرازبري لازم نختار الموقع المناسب. الموقع المناسب لازم تجي الشمس خفيفة، ما بدنا نعرضها لشمس قوية بفصل الصيف، ما بتستحمل. فاخترت هذا الموقع قريب من السور، والاتجاه هذا اتجاه شرقي شرقي، والجنوبي عندي هون. الجنوبي حامي، عندي هون الشجر مغطي عليه، فبالتالي بتجيها تقريبا الشمس ساعتين لثلاث اربع ساعات في اليوم، ما بدنا اكثر من هيك للرازبري. بقيه عن البلوبري وعن البلاكبري، الرازبري بده شمس خفيفه. بالنسبه للاتجاهات، اكثر اتجاه بتجي شمس كثير او اشعه شمس كثيره اللي هو الاتجاه الجنوبي. الاتجاه الجنوبي شمسه حاميه، يلي الاتجاه الغربي، يلي الاتجاه الشرقي، والشمالي اخف شيء. فاذا عندك بناء فيه شمال وجنوب وشرق وغرب، الأبرد اللي هو الشمالي، بعدين الشرقي، بعدين الغربي، بعدين الجنوبي. فأنا اخترت هذا الموقع، هو هذا أهم إشي، إنه ما تجي شمس قوية. الشغلة الثانية المهمة في زراعة الرازبري، لما نيجي نزرعها في الأرض، التربة العادية الموجودة في الأرض، أغلب التربة الموجودة بتكون فخارية، كلي سويل. فهذه الكلي سويل بعدلها كيف؟ حفرت حفرة 30 سنتيمتر، أكثر من 30 سنتيمتر، 35 سنتيمتر تقريبا، وعرضها متر. حفرت حفرة كبيرة، بعد ما حفرت جبت البيتموس، طبقة بيتموس وطبقة التراب الأصلي اللي كان موجود عليها، طبقة بيتموس وطبقة من التراب الأصلي عليها، وكنت أقلب التربة، أقلبهم مع بعض خلال العملية هاي. سماد مخمر حطينا معاها كمان، وبعد ما عدلت التربة وخلطناها، سقيتها بالماء، تركتها ترتاح يوم أو يومين، بعدين جيت عليها حفرت الحفرة. لما جيت أحط النبتة تأكدت من مستواها، تكون مستواها بالضبط عند مستوى التراب. طبعا خليت المستوى كله هذا المتر مربع تقريبا، أو المتر بنص متر، يعني هذا المتر خليته أوطى من البقية عشان الماء ضل يجمع فيه. حطينا آخر إشي غطاء للتربة، استخدمت أنا عندي ورق السنوبر، استخدمته. ممكن تستخدم ورق شجر العادي، ممكن تستخدم منشارة الخشب، في عندك خيارات كتير، بس لازم يكون في عندك غطاء خصوصا لهي الأنواع من النباتات، لأنها ما بدك إياها تنشف. بالآخر وأنا رايح عند المشتل، لقيت في عنده ببيع قاعد بقدونس، هذا البقدونس طبعا سعرها رخيص كتير، أخذت من عنده 10 شتلات صغيرة، قلت خلينا أستفيد من هاي المساحة عبيل جذور الرازبري تنتشر في المنطقة، بكون عم نستفيد منها بزراعات تانية. آخر إشي خليكم معنا، رح نحكي عن زراعة البلوبري، رح نحكي عن زراعة البلاكبري في الأيام الجاية.